بسم الله الرحمن الرحيم. قبل 14 سنة تشخصت بالذئبة الحمراء نتيجة عدة أعراض مختلفة بالجسم، من تيبس مفاصل، تورمها، التهابات شديدة بالعضلات، بالأعصاب. صراحة كان عندي هني كانت عندي صدمة من المرض نفسه، لأنه مبهم ماني عارفة شلون أتصرف معه. لما بديت أتعلم وأقرأ عن المرض الزيادة صار عندي قناعة أني أنا أقدر أقاوم المرض هذا وأعيش معه بطريقة سلمية. صرت أخذ أدويتي بانتظام، قمت أمارس حياتي الطبيعية، أنشطتي الرياضية كلها. نصيحتي لكل مريض لوبس أن مارس حياتك الطبيعية ولا تقطع أدويتك نهائياً.